طب تعالوا نشوفوا في تركيا الاحتفال بعيد العمال في تركيا كان مظاهرات عنيفة للغاية في ميدان تقسيم. ميدان تقسيم في تركيا اللي بيسموه ميدان الحرية، كانوا بيحاولوا يقلدوا بريطانيا ويعمل ميدان فيه كل الناس عايز يقول أي حاجة يطلع يقولها. النهاردة العمال راحوا ميدان تقسيم بيحتفلوا بعيد العمال وعملوا تظاهرة مطالبين ببعض المزايا أو بعض الحقوق. كيف تعاملت الشرطة التركية مع تظاهرة العمال في عيدهم؟ تعالوا نشوف مع بعض. هكذا تتعامل الشرطة التركية مع العمال الأتراك في يوم عيدهم في ميدان تقسيم حتى لا يزايد أحد ويتحدث بما لا يليق بالواقع المرير في تركيا. أتحدث كثيرا لأفضح، وأتحدث كثيرا لأكشف، وأتحدث كثيرا لكي أضع الحق والحقيقة أمام الجماهير والمشاهدين أصحاب الحق الحقيقيين في معرفة الحقيقة.